لا إلا ونهى عنه. بعد هذا دخل المؤلف رحمه الله تعالى في قسم جديد، وهو القسم الخامس، تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. قام بعض الناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا: لماذا تدعو للتوحيد في الجزيرة؟ جزيرة ما يقع فيها الشرك، تريد تدعو للتوحيد برا، أطلع برا الجزيرة. أو الشرك لا يقع، لا تقع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. عبادة الأصنام والذبح، قالوا هذا ليس بالشرك، أنت لا تفهم الشرك. فرد عليهم بهذا الباب، باب خلاص ذكرته. نعم. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، ليس الكل، يعبد الأوثان. كيف نرد على هؤلاء من يقول لك أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة؟ تقول: هذا الكلام أنا لا أعرفه ولا أفهمه ولا أعرف الرد عليه، لكن عندي نصوص بينة، وأنت من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لي تتبع المتشابه وتترك المحكم، وأنا ما أسمع لك ولا أقرأ هذه الرسائل فيها الباطل. انتبه أخواننا، هذه الأيام تأتيك رسائل، حتى هناك من يشكك في كفر إبليس، والله موجودة الرسائل. لماذا نسمع لهؤلاء؟ لو قال لك قائل الشرك لا تقع في الأمة في الجزيرة، قال: أنا ما أسمع لك، أنت من الذين سمى الله لي تتبع المتشابه تترك المحكم، عندنا نصوص بينة واضحة، وأن القرآن والسنة أدلة كثيرة، منها الآن لعنة الله على اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق حال من أمتي بالمشركين، وتعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الحديث الذي استدل به هؤلاء، هذا ما وقع في قلب الشيطان، أيس الشيطان أن يعبد المصلون، ترك الإغواء؟ لا. ثم قد يكون هذا زمن الصحابة رضوان الله عليهم، قوي فيه الإيمان، وأيس من الكل، لم ييأس من البعض. الصحابة رضوان الله عليهم قاتل أهل الردة، أين؟ أين قاتل أهل الردة؟ وين؟ في الشام؟ في العراق؟ في الهند؟ في الجزيرة العربية. إذا لو كان الشرك لا يقع في الجزيرة، إذا قتال الصحابة المرتدين ليس بصحيح، صح؟ الفقهاء في المذاهب الأربعة يذكر أشياء حكم المرتد حتى ولو كان أين؟ في الجزيرة العربية، حتى لو كان عند الكعبة، ما الفرق بين هنا وهنا؟ مفهوم؟ إذا رد عليهم بهذا الباب.